الذين هم في صلاتهم خاشعون هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا عَلَى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس خالدون. ولقد خلقنا الإنسان 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 من سلالة جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم
الفخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم.